الثلاثاء 5 يناير 2016 وفي ببيروت اليوم تقنيات تجميلية جديدة ومبتكرة لمحو آثار الترهل. أيضاً وإذا كنت تعانين من التصبغات الجلدية كل الأجوبة معنا. كيف تسيطرين على الغيرة لإنقاذ العلاقة مع الشريك؟ نصائح عملية لك تستفيدين منها بحياتك المنزلية اليومية، وأكسسوارات مميزة ومبتكرة تتزينين بها، وعرض مباشر من الاستوديو لأحدث صيحات الموضة. هذا وغيرها من الفقرات تترافقون فيها اليوم مع ساشا دحدوح ونيفين سكايكي. برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا عبر ال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه. صار برنامجنا برجع بذكر ساعه ونص من الاحد للخميس، واليوم اكيد حلقه جدا مميزه، وبهاللقاء بترافق انا وساشا. هاي ساشا، مساء الخير نيفين، مساء النور ومساء الورد لكل اللي عم بتابعونا على شاشه ال بي سي وقناه روتانا خليجيه. موعدنا اليوم بجرد معكم لمده ساعه ونص من الوقت، كثير عم نشتاق لكم، تحديدا جمعه سبت، ولكن من الاحد للخميس بنترافق سوا وسوا سوا على الموعد مع مواضيع فقرات وضيوف تعودتوا عليهم وضيوف جديد متعرف عليهم بلقائنا. اكيد وضيوفنا يعني الثابتين بنحبهم كثير. اهلا وسهلا بجراحه التجميل دكتور نادر صعب. اهلا وسهلا فيك. هلا كلهم بحبوك كثير بس انا خصيصا بحبك كثير كثير. اهلا وسهلا فيك دكتور، اشتقنا لك. شو اخبارك؟ ينعاد عليك. كيف كانت حفلتك مع كاظم الساهر؟ الحفله رائعه، شفنا على انستغرام. ان شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك دكتور. والمعالجه النفسيه ستيفاني غانم، اهلا وسهلا فيك ستيفاني. كيفك؟ كمان ينعاد عليك. ان شاء الله بخير. ستيفاني شو اخترتي لنا موضوع حلقتنا لليوم؟ اليوم رح احكي عن الغيره. نحن حكينا قبل عن الغيره لما الرجل بغار من نجاح المراه، اليوم رح نحكي عن الغيره بالعلاقه. تحديدا امتى بتصير مرضيه هذه الغيره؟ كيف فيها السيده تتجنب هدول الامور، وكيف فيها تتجنب الغيره او اوقات المرضيه من زوج عليها؟ انا ما بغار ولا نتفه وامرأة مريضة يعني. مريضة يعني. واذا كنت بتغاري كيف فيك سيطري على الغيره تبعك؟ لانه في اوقات ناس ما ببينوا، في اوقات ناس بيعبروا عن الغيره بطريقه ثانيه، في اوقات بتصير هي الغيره خوف، او بتصير يبطل شخص ينام، او يبطل ياكل، او يبطل يقدر يوثق بحدا. بس احلى من هيك، انا بقول يلي بغار الغيره هيدي مرض، بس كمان يلي ما بغار كمان مرض. اكيد يعني شو غيره؟ دليل اهتمام. هلا بدنا نقول بخلال الموضوع امتى بتكون مفيده للعلاقه وبتساعد الشخصين انه ينموا سوا ويقووا علاقتهم، وامتى بتصير بتاثر سلبا عليهم؟ مواضيعك دائما مميزه ستيفاني، عن جد بتنقيها هيك كثير حلوه. ودكتور كمان شو رح تختار لنا موضوع لليوم؟ بدنا نحكي عن اثار التنحيف، قديش بياثر على جمال الشخص وعلى ترهل الجلد، وكيف نقدر نضعف من دون ما ياثر سلبا على شكلنا الخارجي وعلى جمالنا. احدث التقنيات التجميليه لكن رح نتطرق لها بسياق حلقتنا مع الدكتور سعد. ومن فقراتنا الثابته من المشاهير، مين من المشاهير اللي ولدوا مثل هاليوم؟ رح نشوف نحن وياكم الممثل برادلي كوبر اللي اليوم بيبلغ من العمر 41 سنه، وهو اللي رشح لاربع جوائز اكاديمي اووردز، وهو اللي حاز على لقب اكثر الرجال وسيمه وجاذبيه بحسب مجله بيبل ماجازين عام 2011. ما بدنا جدل يعني بالشكل والاطلال، وكمان اعماله كثير مميزه لبرادلي كوبر، فهيك العمر كله اكيد نتمنى له النجاح، كمان من نجاح الى نجاح. وكمان من فقراتنا الثابته كمان عنا تقارير، وهلا صار مهرجان دبي على الابواب. شو الدكتور حتروح على المهرجان؟ اكيد اكيد. مين حتحضر؟ يعني انا يوميا طبعا يعني بالاسبوع بروح ثلاث مرات على دبي. يعني بعمل عمليات بدبي، بيقولوا لي طب حكيم انت مسافر، بقول لهم انا بعد بكره هون. صح، وحفلات يعني كثير مميزه رح تكون مهرجان دبي. صحيح، وبهالتقرير كمان رح نروح على مهرجان دبي يلي صار على الابواب، وسعر البطاقه حوالي 3000 درهم لكل من انغام واصاله ومحمد عبده. خلينا نتعرف على هالموضوع بهالتقرير. حددت الشركة المنظمة لحفلات مهرجان دبي للتسوق أسعار تذاكر الحفلات، والتي تبدأ ب 300 درهم وصولا إلى 2000 درهم.
وتبدأ أولى الحفلات يوم السبت المقبل في 7 مساء بمركز دبي التجاري العالمي، وهي السهرة الغنائية التي يحييها فنان العرب محمد عبدو، المطربة أنغام، والمطرب السعودي ماجد المدني. اللي في عينيه كان واللي في عينيه بات واللي في هواها عاش. أما ثاني حفلات المهرجان فهو حفل المطرب عبادي الجوهر، المطربة السورية أصالة، والمطرب وليد الشامي. هذا الحفل الذي يقام يوم الاثنين 11 يناير. والناس اللي بتجرحني خلاص أنا مش فاكراها، عمري ما استسلم وردة بحاجة أنا مش عايزاها. ويحيي الحفل الثالث يوم الخميس 14 يناير المطرب عبدالله رويشد، المطربة الكويتية نوال، والمطرب جابر الكاسر، فيما يحيي المطرب رابح صقر حفله يوم الجمعة 15 يناير بمشاركة المطربة شمع حمدان وناتاشا. مع نجوم الوطن العربي رح يكونوا حاضرين لإحياء حفلات مهرجان دبي وحرزين التكت، يعني حتى لو عم نقول 2000 درهم بس هيك فنانين وهيك ليالي رح تكون ولا أروع، ما في شك بالموضوع. طبعا أكيد. أول فاصل علينا بلقائنا، وبعد البريك ننطلق بمواضيع حلقتنا اليوم ومواضيع ضيفينا ستيفاني غانم ودكتور نادر صعب. خليكم مرفقتنا. عودة لمتابعة ببيروت، ونرجع منحييكم مجددا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وبننطلق مواضيع حلقتنا لليوم مع ضيفينا دكتور نادر صعب وستيفاني غانم. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. اهلا فيكم دكتور صعب. بالنسبه لموضوع التنحيف، بنعرف يمكن خساره الوزن بشكل سريع يؤثر على الجسم، شو اكثر المناطق بتتاثر بهالضعف السريع؟ اكثر المناطق اللي بتتاثر هن المناطق اللي فيها دهن، والدهن كثير وصل له دم بشكل طبيعي، يلي هني منطقة خدود الوجه أو دهن الوجه، إضافة إلى منطقة الصدر أو الثديين، لأنه هوني بيكون الدهن فعلاً بيتفاعل مع الضعف والسمنة. وقت ما بنضعف الجسم بده يحرق الدهن، بيحرق الدهون يلي بيقدر يوصلهم الدم بشكل طبيعي. وكرمال هيك كتير من الناس ببلشوا بالدايت، أول ما بيتغير عندهم بنلاقي وجههم ضعيف، ترهل بقى، هون هن بيتضايقوا انه يمكن عم بيعملوا ريجيم لحتى يشيلوا يمكن الدهن من الكيلوت دو شوفال، ولا عند منطقه الركب، ولا من منطقه البطن، واذ بيصير العكس، بيدوب صدرهم وبيبقوا دهونات متراكمه بهالمناطق يلي هن فعلا لجأوا لا الدايت ولا اي طريقه ما لتضعيف الجسم، وبقيوا هوليك الدهن موجودين. طيب دكتور، قد الجسم بحاجه لاعاده تنسيق بعد اي عمليه جراحيه، بالاخص عمليه خساره الوزن؟ اكيد بتختلف قديش كميه خساره الوزن. اذا عم نحكي ب 2 كيلو ل 5 كيلو عند شخص ببدايه العمر بال 20 30 سنه ما بيتاثر، لانه الجلد بتكون بعدها منيحه وبتقدر تعمل ريتراكشن، بتقدر تشد لوحدها وتتفاعل حسب الوزن وخسارة الوزن. أما إذا كان في عنا ضعف كتير، يعني ما يفوق 20-30-40 كيلو بفترة كتير سريعة، خاصة بعد العمليات يلي تعرف بتكتيم المعدة أو تحوير المعدة، هو اللي بيضعفوا فيهم كتير وبظرف بفترة كتير قصيرة، هون الجلد ما بيكون عنده وقت لحتى تقدر تشد أو تعمل ريتراكشن من بعد الضعف والفراغ اللي صار، وإذ تترهل هون العلاج اللي منقوم فيه هو شغل كتير مهمة، إنه نحاول نضعف بالوزن من دون ما يأثر سلباً على شكلنا الخارجي وخاصة الوجه. شو التقنيات المتبعة دكتور لإزالة هالترهل، بيكون إن كان بمنطقة الوجه أو بمختلف المناطق بالجسم؟ هلأ بمنطقة الوجه في عنا الفيس تايب، هيدي تقنية جدا حديثة اللي بتعتمد الراديو فريكوينسي، ومن خلال الذبذبات والتموجات اللي بتعتمد الراديو فريكوينسي بنقدر نتوصل إلى شد البشرة. أكيد بشرة الوجه بتختلف عن بشرة الجسم، لأنه هي بتكون أرق خاصة العنق. كرمال هيك لازم بفترة الضعف نلجأ إلى جلسات، تقريبا كل أسبوعين بنقدر نعمل جلسة
وهون بنقدر نوصل الى شد العنق مع ضعف الوزن بنفس الوقت وبدون عمليه جراحيه. بدون عمليه جراحيه، يعني وقت ما نحن بنضعف بنلاقي الوجه كله حط والرقبه ترهلت. بهالطريقه مع اعتماد الفيس تايب بنكون بنفس الوقت عم نضعف لكن الوجه ما عم يترهل، وهون بنكون فعلا كسبنا الرهان انه حصلنا على النتيجه اللي بدنا اياها من خلال التنحيف، لكن ما صار في عنا ديبرشن من ورا وجهنا، لانه كثير ناس بيكون همهم يضعفوا. صحيح. يضعفوا من ميل، لكن بصير في عندهم انتقادات كثيره من جهه اخرى، هي يا مسيو شو بيك، ليه مريض بيك شيء، ليه ضعفان، ليش وجهك هيك، يعني هيدا الشيء بيفوتهم بكآبة. صح نفسيا كمان دكتور، يعني هلا الأكترية عم يلجأوا لعمليات خسارة الوزن لأنه صارت صحيا كمان عندها إيجابيات، بس شو المراحل يعني من بعد هالعملية، من بعد ما الشخص مثل ما ذكرت ينبسط بحاله، هل في مراحل يعني بيتعذب فيها تيقدر ياخذ الشيب اللي هو بده إياه بالتقنيات الحديثة اللي عندك إياها بالعيادة؟ يعني القصة بدها وقت؟ لا، اليوم صارت انه شغله كثير بسيطه، لكن في عده مراحل ترجع لها السيده لحتى تتجنب هالترهل او تحد منه قدر الامكان. لكن الفقدان الوزن السريع بده استجابه كثير سريعه، كرمال هيك اوقات التقنيات منا كثير مخوله، وقت ما بنضعف 70 80 كيلو بشهرين انه كثير بيكون في ترهل. كرمال هيك نحن كجراحين تجميل بننصح على طول انه الضعف يكون جرادجولي، يعني على مراحل شوي شوي، يعني ما نتخطى الخمسه سته كيلو بالشهر، لو كنا عم نفتش للمدى البعيد افضل. واليوم بقول انا العمليات اكين تكتيم المعده او تحوير المعده، صحيح بنقدر نفقد كثير وزن وبفتره كثير بسيطه، لكن عندها كثير سلبيات على الجسم وخاصة على الجلد. اليوم وبدي أقولها لأول مرة يمكن، كتير في تطورات صارت خاصة بأمريكا، وهلأ عم نبحث طريقة أنه نقدر نعمل تكتيم للمعدة أو تصغير للمعدة من خلال الجاستروسكوبي من دون جراحة. إن الله راد بعد شي شهر حجيب هالتقنية على لبنان ومنحكي فيها إن الله راد سوا ببيروت على ال بي سي. هيدي طريقه فعلا يمكن حتعمل ثوره بعالم تنحيف. ما بتشبه بوتوكس المعده ابدا. لا، بوتوكس المعده هو بخفف حركه المعده، وبالتالي وقت ما بناكل ما بيعود في هضم كثير للاكل، بصير في عندنا احساس بالشبع المبكر. يعني ما بنعود ناكل كانه عم نعمل ريجيم، ما بنعود ناكل وما بنحس بالجوع وبنصير نضعف. اما التقنيه الثانيه هي كناية عن تضييق المعدة من خلال المنظار أو الجاستروسكوب، بنفوت بالنظور على قلب المعدة وبنلقط المعدة وبنصير نضيقها، وبالتالي بدل ما تكون واسعة بتصير صغيرة، كأنه عملنا تكتيم للمعدة. وهيدي العملية حتكون فعلا ثورية، تقنية متقدمة جدا بعالم التنحيف. ما بتسبب ترهل يمكن من بعدها، ويمكن لأنه بنضعف تدريجيا. يمكن اللي قلتي عنه نيفين انه الهدف منه هو صحي قبل ما يكون جميل. وقت ما نحن بنضعف بالوزن هالضعف هو بيؤدي الى راحه الانسان على الصعيد الصحي، لانه بيوطي من نسبه الكوليسترول، نسبه امراض القلب والسكري، نسبه التريجليسيريد، السمنة الزائدة، ضغط الدم، تنفس حتى، كل شيء بيضعف. إضافة إلى بالنوم ما بيعود عنده هالسليب أبنية، لأنه النصحين بيكونوا عم يتنفسوا بالليل بيصير في عندهم انقطاع للنفس بلحظة واحدة، بتلاقيه اختنق وبيرجع في عنا وجع الظهر، آلام الركب، كل هالاشياء بنقدر نتخلص منه مع فقدان الوزن. مش بس على الصعيد الصحي، يعني كمان النحافة بتريح الشخص على الصعيد النفسي. ستيفاني كان عم يحكي نقطة كتير مهمة دكتور صعب، انه الشخص مثلا اللي بيعاني من البدانة وضعف بوقت كتير سريع وشاف هالترهل وهالتحول اللي صار بجسمه، قديش يؤثر نفسيا كمان عليه؟ أنا بدي أحكي بالشق النفسي بهذا الموضوع،
الشخص السمين عم نحكي لما ينزل 40 و50 كيلو ويطلع بحاله بالمرايه ما عم بشوف زيت الشخص. لما يقول الدكتور صعب انه يضعف جرادجولي، هو كمان تقدر يتعود على شكله الجديد، لانه لما يطلع بحاله بالمرايه ويلاقي شخص ثاني، اول شيء في هذه الكونفيوجن بين انا من كنت وانا من صرت، حتى لو هو عارف ولوين بده يوصل. بعدين الترهل، في شويه بصير تضارب بين انا جسمي اللي بده يصير حلو او اللي بده يصير متناسق، وهذا الترهل. كرمال هيك مهم دائما انه يضعف الشخص تدريجيا مثل ما عم بقول دكتور صعب، كرمال يتعود كمان نفسيا على صورته كيف بدها تصير، ويتأقلم مع التغير اللي هو عم يقطع فيه، تا بعدين ما يشعر باي اكتئاب او اي عارض نفسي. صح صحيح. طب دكتور كمان اللي عم تحكيه ستيفاني، قد ايه كمان اللي حوالينا يعني اللي عاده بيتفاجئوا بالشخص، بتصير الصبيه بدها تصير بيرفكت اكثر، فكيف تنصحها وقتها تتوجه لعندك او بدها تقوم ببعض التقنيات؟ من وين لازم تبلش تحديدا؟ اليوم بقول انا اذا كنا بدنا نبلش بتضعيف معين، اكان من خلال العمليات يلي انا فعلا ضدها، انا ضد كل عمليات البايت باس والتكتيم ولا بحبزهم، الا عند المور بد اوبيزيتي يلي عندهم وزنهم من 130 كيلو وطالع يلي معتمده بامريكا، لانه للاسف بالبلدان العربيه اي انسان يلجا عند جراح لاجراء عمليه تكتيم المعده لو كان 70 80 كيلو بتلاقيهم يلا عاملين لهم سليف، كله سليف، هيدا كثير غلط. كرمال هيك اليوم التنحيف تدريجيا، لو تاخرت السيده او الرجل منه أبدا هالكيرسة، لأنه عم نضعف تدريجيا وفي مجال أنه نقدر نستوعب الريتراكشن تبع السكن، مش أنه الجلد ما عم تقدر تتماشى مع الوزن الزائد. وبقول أنا من أول ما بتضعف 2-3 كيلو منه غلط أنه تلجأ لجراح التجميل، لأنه هون فينا نعطي مغذيات للبشرة ونقدر نساعدها على أنه تشد. في عنا الليبريدان، في عنا أشياء بنحط بقلبها كولاجين لتساعد البشرة، في عنا الجلو ليفت يلي هو ضد الشيخوخة، وبالتالي هون الجلد بتتماسك أكتر وبتتماشى مع هالضعف يلي عم نعاني منه. طب دكتور، في سيدة من السعودية عم تسأل بالنسبة لعملية حقن المعدة بالبوتوكس، هل هي آمنة ما بتسبب مضاعفات، وقديش بدها وقت العملية بحد ذاتها والريكفري تايم؟ اليوم بدي اقول انا البوتوكس بالمعده هو منه عمليه، هو بروسيدور كثير بسيطه بتستغرق 5 دقائق من الوقت، ما فيها ولا اي سايد افكت ولا اي اشياء جوانب سلبيه نهائيا، وبيقدر الشخص يعملها ويقوم يسوق بعد 5 دقائق ويروح على بيته. الحلو اللي فيها انه بصير يضعف تدريجيا وبيقطع علي اليوم كامل، اذا ما شاف الاكل ما بيتذكر انه هو ما اكل. هيدا الحلو اللي فيها. وبيقدر يضعف 7-8 كيلو اوقات بالشهر الى 10 كيلو حسب قديش هو موتيفيتد، لانه البوتوكس بالمعده مش بس هو البوتوكس، هو كمان اراده الشخص، يعني بده يكون هو ناوي انه يضعف، وبنقدر نحن نساعده بعده اشياء. عند الناس يلي عندهم كتير تراكمات دهنية، أنا بلجأ إلى حقن البوتوكس بالمعدة يلي هو بيقطع الشهية وما بعودوا يأكلوا، إضافة إلى إجراء الليزر لتدويب الدهون، وبالتالي بكون هيأت هالدهون المتراكمة يلي ما عم يوصل للدم بجسمه حتى تكون قابلة للحرق، وهون الشخص ما بيعود يأكل لأنه عملنا بوتوكس، وبنفس الوقت الدهن جاهز انه يتحول لكالوري ويقدر يعطيه الغذاء اللي هو بده اياه خلال النهار. يعني مع كل هالتقنيات اكيد حنصير اكثر جمالا ونحاف، وحتصير الوحده جمالا تخلق اكثر بين الكابلز، وجمالها بتصير نادر وصعب، فاكيد رح يغار كثير هيدا الشيء. الغيره بين الكابلز او بين الازواج او الزوجين ستيفاني عن جد ببعض الاحيان تسبب مشاكل كثيرة ممكن تؤدي إلى الطلاق، كيف فينا نحلل الغيرة نفسيا؟ أوكي. الغيرة نفسيا هي مش شعور بحد ذاته، هو مجموعة أحاسيس
تجتمع تحت اذا بدك مسمى الغيره، احاسيس من الانسكيورتي، من الخوف من انه نخسر الشخص، من خوف اوقات نتشبع بغير انسان اللي هو بنسميه بالعلم النفسي الرايفل او الشريك او الشخص الثاني اللي هو اوقات بيكون حقيقي واوقات بيكون خيالي. يعني اوقات الشريك بيكون عن جد خايف من حدا معين يفوت على الخط بينه وبين شريكته، او اوقات بيتخيل شخص ثاني انه يفوت بينه وبين شريكته، وبتخلق هدول الاحاسيس من الخوف ومن الاوقات اللي معقول تودي على العنف، العنف الكلامي او العنف النفسي بين الشريكين. دونك هيدي هي الغيره بعلم النفس، لاوقات بتكون ايجابيه مثل ما كنا عم نحكي باول الحلقه، واوقات بتكون سلبيه. بتكون ايجابيه لما بتدل على اهتمام زايد بالشخص الثاني، وبتخلي هذا الكابل انه يطلعوا سوا او يعملوا ايفولوشن سوا اذا بدنا نقول، بمعنى انه سيلف استيم، لانه الشخص تيكون ببيئه سليمه، ببيئه نفسيه سليمه، او لما يكون بعلاقه ما بيقدر ينمى نفسيا او يتطور نفسيا ويستثمر عاطفيا بالعلاقه الا اذا كان حاسس حاله مرتاح، واذا حاسس حاله انه عم بحس باهتمام من قبل الشريك. اما بتكون مرضيه لما تهدف لتدمير الشخص الثاني، ولا انه ينزل عليه كل الصفات اللي بشعب انه هو خاين، وانه الاتهامات اللي ممكن تكون، برجع بقول لك، مبنيه على واقع ملموس الشخص بحوله. يعني مثلا اذا اجاها تليفون السيده وراحت على جنب تتحكي، ممكن الشريك اذا هو عنده مشكله ثقه بينه وبين حاله يركب سيناريو، يصير مخرج مزبوط، يركب سيناريو ويبني على هذا السيناريو جادجمنت تبعه. لا بتصير هي بتصير، وعلى فكره والسيده كمان بتعمل هذا الشيء. سيده مخرجه اكثر مخيلتها اوسع. فبيركب هذا السيناريو، وعلى هذا السيناريو بيبني قراراته واحاسيسه، وكمان بيصدر حكمه على بالحبس. بالحبس ولا انه يعني لا بيصدر حكمه، بمعنى انه خلص انا ما بقى رح اوثق فيك، ومن هلا رايح فيك تعملي هيك وما فيك تعملي هيك، فيك تلبسي هيك وما فيك تلبسي هيك. هون بيرجع، وانا هون اليوم ما عم بحكي عن الرجل بغار على مدامته او على شريكته او العكس، عم بحكي عن اثنين. لانه في رجل بغار، وبمجتمع العربي في كثير رجال بتغار، وخصوصي هلا مع تقدم المراه وتطورها الفكري والعقلي والعاطفي والاجتماعي، صار الرجل اوقات بحس حاله مهدد، بحس اوقات انه طيب اذا نجحت اكثر معقول تنعجب بحدا ثاني. وهون الغيره او تتعرض اكثر، او تتعرض اكثر. بس اذا كانت المراه مرتاحه بعلاقتها ما بظن في داعي انه تطلع على برا. يعني طب هات نشوف دكتور نادر، هلا كل الاضواء والهيك على الشهره على انابيلا، ما في حدا بيشوفها الا بيتغزلوا فيها وكلهم بالاذن من دكتور نادر. قد ايه بتحس انه هون يعني الغيره ممكن تكون طبيعيه؟ يعني هي حكيت عن شغله، هي الثقه، قديش الانسان بيثق بالشخص الاخر، هيدا كثير مهم وبيلعب دور ايجابي بالحياه، على اساس انه الشخص يكون قابل انه واحد يثق فيه. صح. هيدا فعلا بيعزز من العلاقه الزوجيه، يمكن بقول وبقول انا وقت ما الانسان بيفقد ثقته بالشخص الاخر، هيدا بيؤدي للدمار، اكين من الغيره بتصير، الغيره المبالغ فيها بتصير تزداد، وبيصير مثل ما عم بتقلك، يمكن بيصير الانسان يحكم على الشخص الاخر ويصدر احكام، يعني بقول انا هون يمكن خلص انتكست العلاقه نهائيا. طبعا اكيد. وبدي اقول انه مش عم بتغار انت، ما غير شوي مش انا عم بقول ما لازم يغار، هيك انه ما بيغار ما بيكون بحب، بيكون مريض كمان. ايه. طيب ستيفاني، كيف فينا نتعامل مع الشريك اللي بيغار كثير لانه عن جد متعبه ومزعجه كمان للطرفين بالعلاقه؟ هي نيفين جاوبت بس قالت بالاذن من دكتور سعد، لما انا بلا بتقول ومنقول لها هاي، لما بتقول انا بلا بالاذن من دكتور سعد، يعني عم ترجع بتحطه هو كريفرنس، يعني عم ترجع بتخليه يفوت بهيدي اذا بدك ريفاليتي ممكن تكون وهميه، والمراه دائما بتتعرض بالمجتمع. لما تقول بالاذن من دكتور سعد، يعني عم تقول له انت الريفرنس تبعي، يعني عم تقول له انه اذا انت موجود وانت حاضر. وحتى سوري بس لانه الضيوف بيقولوا بالاذن من دكتور سعد، هيدا دليل انه كيف بيشوفون مع كيف بعض، كيف بيشوفون مع بعض. صح، لانه موجود وحاضر حتى لو هي امراه ناجحه. كيف فينا نتعامل مع الشريك اللي بغار
في كثير امور، بس انا هون ماني عم بحكي عن غيره المرضيه، لانه الغيره المرضيه اللي هلا بنذكر شوي عن اذا بدك تصرفات هي بحاجه لعلاج او لتدخل، لانه الغيره المرضيه ممكن توصل قديش سامعين بجرائم. هلا ما بدنا نفوت باشياء دراماتيك، بس قديش سامعين مش بس بحالات طلاق، بحالات جرائم، بحالات عنف منزلي، بتسمعي على الاخبار انه تعرض لزوجته لانه شك فيها انه هي عم تكون بعلاقه خارج اذا بدك المنزل الزوجة. سوري، حتى مرات بنشوف في بعض المسلسلات يعني بتكون عم تحضر له سيربريز لعيده او بنشوفها بهاي بيكون هو عم بيشك فيها، هون كمان صارت المشكله كمان منه كشخص. رمضان هو المرأة. لا واللبنانيين كمان، هو شوفي بتعرفي مشاكل المجتمع من الدراما اللي بتحضريها على التلفزيون، مسلسلات بتتأثري وبس تشوفي هول لانه الكاتب ام سيناريست بالاخر هو عم يجيب هول مزبوط عم يستنتجهم من المجتمع، فمعناتها هيدا موضوع عن جد شائك ومهم لانه موجود بمجتمعنا موضوع الغيره. سو لنتعامل مع الغيره مش القاتله، الغيره العاديه او الغيره اللي اوقات بتكون اذا بدك زائده عن حدها وبعد ما صارت مرضيه. بدنا ناخذ بعين الاعتبار الشريك الاخر اللي هو عم بغار. بدي اسال حالي انا عم خليه شك انا، لانه في كثير نساء بحبوا يلعبوا، يعني بحبوا يخلوا الشريك يغار، يعني بحبوا مثلا يبعثوا له سسبنس يحطوا شوي تقلب عليهم بالاخر. هيدا كله بيكون اذا بدك ديناميك تبع علاقه اللي هي بتكون دائما مختلفه، بس مهم دائما لما نشوف شريك عم بغار نجرب نفرجيه بالواقع انه الامور مش هيك عم بتصير، نجرب نخليه يكون نكون نحن افيلبل اكثر بحياته بالمعنى العاطفي، يعني بدل ما يسالنا وين رحت تقول له مثلا ولا ما بعرف او ما خصتك، خلينا نجاوبه، خلينا نعطيه وضوح، يعني وضوح، لانه بالاخر الشك بيخلق الغيره. صحيح، وكمان اهم شيء بالعلاقه ما يكون في شروط، ما يكون في قيود، يعني في بعض الرجال او حتى النساء ما بتحب حدا يتدخل بالهاتف الخاص فيها، ما بتحب حدا يتدخل بحياتها. هذا الشيء بتقرر ساشا من بدايه العلاقه، اذا نحن مبلشين العلاقه بين رجل وصبية، اذا مبلشين العلاقه على هذا الاساس بتضل على هذا الاساس. على السوشيال ميديا كمان ياما علاقات انفضحت. صحيح، يعني بتتوتر حتى كرمال. طيب نصيحه اخيره ستيفاني كمان لكل اللي بيغاروا واللي ما بيغاروا. هلا لكل اللي بيغاروا خليكم عم بتغاروا، لكل اللي ما بيغاروا ما بعتقد في شخص ما بيغار، في شخص بخبي غيرته بس هلأ بينفجر بالاخر كمان وبيكون هون في مشكله. كرمال هيك كرمال هيك الوضوح اساس بالعلاقه. هلا بالنسبه للغيره المرضيه، لما تصير الغيره مرضيه ولما تصير اكسسيف، يعني مهم انه الاثنين يتوجهوا ليطلبوا المساعده، لانه برجع بقول لك ياما بنشوف مشاكل وقصص بتودي عن جد لانهاء العلاقه، خصوصا لما يكون في اولاد، يعني مش بهالسهوله ممكن تنتهي العلاقه. ينتبه الشخص اللي بغار انه يفرق بين الواقع وبين الايماجينير، يعني بين الواقع وبين السيناريوهات اللي بيقدر يركبها براسه، ويشوف اذا انا عم غار من طرف ثالث شو عنده هذا الطرف الثالث اشياء انا ما عندي اياها بشخصيتي، او شو عنده هذا الرجل اللي انا غيران منه اللي عم بده يسرق لي مرتي سواديزون، شو عنده هو انا ما عندي، ليش انا عم في نقص يعني بيكون. او نقص او اوقات هاي سيلف استيم بيودي للغيره، لانه بصير بده يملك المراه وتصير هي اوبجكت بالنسبه لها. يعني بقول التعامل هو كثير مهم، لانه اوقات مثل ما حكيت انه يمكن وقت ما بتسال المدام زوجها سؤال مع مين عم تحكي ولا وين رايح ايه ما خصك، كل هيدا بيولد هالنفوذ يلي هو وهي كمان اسلوبها مع مين عم تحكي وين عم تروح، لانه ما بدها توحي له كمان انه مع مين عم تحكي يعني في شيء، انه توحي له انه عم تهتم فيه، لانه كمان الطريقه اللي بتنقال انه فرق ما تجي تعيط عليه. هلا اذا طلع من جيبك مع مين عم تحكي بهيدي الطريقه. ثانك يو ستيفاني لحضورك معنا، شكرا لمواضيعك عن جد المميزه اللي بتختاريها كل مره. دكتور نادر كمان بنشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي وسلامات لاهالي دبي، مع انه انت رايح حاجة. لا ولا بكره رايحين نحضر الفوارس الحفل تبع غسان صليبه مع بلقيس. طلعنا وانا بين لا حي ولا اروح ولا اشوف. حيكون بوجود الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يعني يمكن الناس كلها حتكون موجوده قد ما هو كثير رائع. حيكون طبعا اكيد رائع. صحيح طبعا اكيد، ان شاء الله تنبسطوا. يلا ثانك يو ميرسي. وهلا رح ننتقل على المطبخ عند الشيف بسام حتشيتي تنشوف شو محضر لنا بوصفه اليوم. شيف بسام
هشام حتشيتي، اهلا وسهلا فيك. مزبوط. كيفك؟ ياسير الحمد لله تمام. شو محضرين؟ شو وصفتنا لليوم؟ اليوم عامل سلاد، على جنب السلاد عامل كيش حدا. اوكي حجرب اشرح بشويه سرعه. الكيش هي عجينه عباره عن طحين وزبده بكميه متساويه مع بعض، رشه ملح، شويه مي بنعجنها مع بعض، بتصير عندنا العجينة جاهزة بهالطريقة. بنرقها وبنحطها بالفخارات اللي عندنا وبنكون مجهزين للحشو اللي بنحبها نحن. هلا هون أنا مجهز فطر مع بصل مع الحبش المدخن، مقليهم كلهم مع بعض وبلش أحشي الكيش من بعد ما شلتها من الفرن. اوكي لا سو حطيتها بالفرن قد ايه بدها وقت تقريبا؟ بدها تقريبا شي 4 أو 5 دقائق من ستويها للعجينة 3/4 على الاستواء، لأنه بعد بدي أرجع فوتها على الفرن مرة ثانية. اوكي هيدي الثانية هون. هيدي الحشوة على ذوقنا، أهم شيء تكون الحشوة ناشفة ما يكون فيها بقلبها مي أو ليكيد، لأنه أو صوص، لأنه بتنتزع العجينة وما بتوطلقت، لأنه أنا بدي القطها وتصير كلها كامشي على بعضها قالب بالكريم فريش والبيض مع الجبنة. أوكي أوكي هون حنضيف الكريم فريش أول شيء، الملح والبهار. هلا عجينة الكيش فينا كمان نحط يمكن الحشوة مثل ما نحن بنحب، أكيد العجينة تبقى هي زيت المقادير صح؟ في ناس ما بيحبوا الزبدة كثير، بيستعملوا زيت الزيتون. أوكي محل الزبدة بتزبط بالزيت، بس هي على الطريقة الفرنسوية الأطيب بنستعمل الزبدة. والحشوة فينا نغير فيها كمان الحشوة اللي بدنا إياها، أهم شيء بالباز هو الكريم فريش مع صفار البيض هو اللي بيلقط المكونات تبع العجينة بقلب بعضها. أوكي هون حضيف شوية موزاريلا تشيز مبروشة. اوكي وشوية بارميزان. اوكي هيك الخليط حكت البارميزان، البارميزان طيب كثير في بقلبها جبنة طيب. اوكي وبنخفقها شوي مع بعضها. ما بدها كثير وقت بالفرن بعد ما بدها شي 6 دقائق على حرارة 180. خلينا نخفقها شوي بعد، بياخذ الصفار مع الكريم فريش بياخذوا بعضهم، او بالمطبخ بنقول بيعشقوا بعضهم، بشيلوا قالب واحد بنرجع بنسكبهم. خلي الشوكة على جنب، بنسكبهم فوق القوالب اللي عندنا. اوكي هيك لتطلع كمان فيها نكهة. نعم. القالب صار جاهز، صار هيدا القالب الثاني. اوكي بنجرب ما نكتر كثير بقلب القالب، لانه بنحط اذا بدنا بعد شوية موزاريلا على الوجه. على الوجه كمان؟ نعم. هيك هول القوالب صاروا جاهزين للفرن. يعني مثل ما قلنا بدها شي 6 دقائق بالفرن، ما بدها كثير وقت. نعم، هشيل لك قالب من الفرن هلا لأشوف كيف بيطلع. طيب. بس يجهزوا. دقيقة. هلا اوريدي حاطط نعم، جهز واحد سخن شوي. لنشوف كيف طلعت. جاهزة. حنفوت هول على الفرن وننطر عليهم 5 دقائق لـ6 دقائق. بلشنا نجوع. شكرا لك شيف وسام، يعطيك الف عافيه واكيد رح نطلع عليك بسياق حلقتنا. أوكي. اهلا وسهلا فيك. شو ناطرنا بعد الفاصل؟ خلينا نشوف. تصبغات البشره بين الاسباب والعلاج. نصائح لست البيت من كتاب حيل الست هدى. اكسسوارات مميزة تضيف رونقا على اطلالة السيدة. عاد ازياء مباشر على رانوي ببيروت من مجموعة جاكي او. متابعين ببيروت، وهالفقرة لكل سيدة عم بتتابعنا وكل سيدة كمان عندها مشكلة التصبغات بالبشرة وكيفية علاجها، واليوم رح نتناول هالموضوع من الشق الطبي مع اختصاصية الأمراض الجلدية وجراحة الليزر دكتور ندى سويدان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أنا بالأكثر. أهلا، كل مرة بتحلوي أكثر من مرة يعني. إي هالفترة صرني غايبة عنكم كثير لأنه I'm going to be a grandma مش grandma.
جلامورس جرام ماذر عم شكلك عامله. اسم الله عليك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. وايضا كمان رح نحكي مع مؤلفه كتاب حيل الست هدى. تفضلي الست هدى ابو جوده. اليوم رح نقوم بنصائح عمليه عن هالموضوع. اهلا وسهلا فيك ست هدى. اهلا فيكم. كيف فيك؟ نعاد عليك مع الجميع بالصحه يا رب. ثانك يو. عليك يا رب. نبدا معك دكتور. والتصبغات بالبشره هي مشكله بيعانوا منها كثار من السيدات، ولكن الحل الأنسب دايماً بنلاقي في عدة حلول. للأسف الشديد ما في حل جذري للتصبغات الجلدية. نعم. وبالأخص أنه في عندك عدة أنواع للتصبغات الجلدية. عندك التصبغات الجلدية اللي ممكن تكون حد ناتجة عن تنقول حرق، أو ممكن عن جرح، أو ممكن عن عقص أو حبشبه. ممكن يكون في تصبغات جلدية ناتجة عن هرمونات، عن حبل، حبوب من الحبل، أدوية مثل أدوية الأعصاب، أو حتى أنواع من أنواع الأنتيبيوتكس مع التعرض للشمس والآخره. فكل حالة بحالتها بتكون منعالجة، ولكن حتى نعرف شو العلاج الأمثل لهالحالة هيدي مفروض نعرف شو السبب الرئيسي اللي صار اللي سبب هالتصبغات الجلدية. وبالأخص كمان حتى في أمراض جلدية المريض بيشوفها بفكرة إنه هاي تصبغات جلدية، ولكن هي بتكون مرض جلدي منه بمعنى خطير إنه لا قدر الله سرطان، ولكن مرض خطير. مثل مثلا في عنا الحجاز المنبسط أو لايكن بلانس، أكتينيك لايكن بلانس، له علاقة بالشمس، بيعمل نوع من التصبغات الجلدية على الجلد. هذه علاجة مختلف عن التصبغات الجلدية تبع الكلف. أو مثلا في شيء اللي بيكون على الجسم مثل الأميلويدوسيس اللي هو الجلد عم بيفرز مادة معينة وعم تعطي هاللون البني اللي بيكون كمان معه بيرافقه حكة. فبالتالي حسب أي نوع بتحبوا نحكي عنه وشو أنواع اللي نعالجها، خلينا نعرف عن الأنواع أو النوع الشائع. أي. أكثر شيء عن السيدات اللي بنلاقيه بمنطقة الوجه، واللي هو صعب يمكن نلاقي العلاج الجذري لانهاء هالمشكلة. الحمد لله انه ما في علاج جذري للامراض الجلدية، لحتى ليك المريض ضل يجي لعند الحكمة الجلدية. للاسف الجديد انه اغلبية الامراض الجلدية لها علاقة بالاستعداد الوراثي، ولها علاقة بالاستعداد يعني الجيني. فبالتالي ما في علاج جذري لاغلبية الامراض الجلدية، من حب الشباب للكلف لل صدفية للبهاق لأي هالأمراض هايدي. ليه؟ لأنه في عنا استعداد جيني عم بيخلي يكون عنا هالشي هيدا. هلأ المهم أنه نحن نعرف كيف نعالج هالحالة ونخليها مكمودة، يعني ما تبين. أوكي؟ مثلا أغلبية التصبغات الجلدية اللي بتصور أنه أنتوا مهتمين فيها هي التصبغات اللي الناس بتشوفها بالوجه. صحيح. أوكي؟ اللي هي بالوجه كمان اللي إلها علاقة بالتعرض للشمس، إلها علاقة إذا أشخاص بحطوا برفان وبتعرضوا للشمس، إلها علاقة بالهرمونات إذا بياخد واحد هرمونات معينة، فترة الحمل كمان ممكن تبقى فترة الحمل. إيه هلأ أنا ما كتير بحب أقول بس تشات الحمل، لأنه نحن بالحلقة دايما بقول بحب نكون توجيه للنساء والرجال، علما انه اغلبيه الناس يمكن المشاهدين عندكم نساء، ولكن انا مع مناصفين الرجل. لذلك بتلاحظي انه في رجال عندهم تصبغات جلديه بس اقل، يمكن لانه بشرتهم اسمك البشره ما لها علاقه بسميكة البشره، لها علاقه بوظيفه خليه اللون. وقديش هالخليه اللون حساسه للعوام اللي عم نحكي عنها، مثل الشمس، مثل التعرض ل برفيومز او افتر شير والاخره. مثل عندك شباب عندهم نمش، اوكي، ده استعداد وراثي. عندك اللي بتعرض وبكون عندهم استعداد وراثي، هي وحمه، عندهم استعداد وراثي ليكون عندهم تصبغات جلديه وبيعملوا سولاريوم، نساء او رجال. عندك الرجال اللي بيشتغلوا مهندسين وعندهم الاستعداد الوراثي انه يبقع وجه. طب دكتور سويدان، نسمع باغلبيه السيدات اللي بيعانوا من التصبغات الجلديه انه جربوا علاجات كثيره، ومن العلاجات اللي بتسمعي عنها وبتتكرر دائما هي عمليه تقشير البشره، بس التقشير الكثير قوي. لا لك هو هل هذا العلاج فعال؟ هيدي حفر حبشباب مع شويه تصبغات. لا لك القصه وما فيها انه علاج جذري للتبقعات الجلديه ما في. هلا بيجوا بيقولوا استعملنا علاج ما استفدنا ابدا هذا الشيء، استعملنا علاج استفدنا وقت وقفنا رجعوا هذا الشيء ثاني. اوكي. هلا اذا استخدموا علاج وما استفادوا بالمره ما عم بيستخدموا العلاج المضبوط. هلا بتقولي لي كيف يعني ما العلاج المضبوط؟ لانه حسب عمق البقع. في عندك بقع عميقه
اوكي ما في كريمات بدها تروحها، فبتلجأ الى وسائل ثانيه مثل الفراكسل او التقشيرات الكيميائيه، يلي علاجات تستخدم بعياده الطبيب او الاخصائي. فبالتالي هيدول بدنا نشوف نحن ما هو عمق التبقع. هلا كتست بسيط الواحد فيه يعرف يطلع بحاله ويعرف كانه البقعه عنده بقعه بنيه، كانه بيعرف كانه هيدي عميقه او سطحية. اذا شد البشره، اذا وقت يشدها لقاها انه فتحت، على الارجح هيدي سطحيه. عكرمات ممكن يمشي الحال، اذا لقيها انه بعدها مثل بلاط ما تغير فيها شيء، هيدي بتكون عميقه، كريم ما راح يوصل لها، هيدي للشخص يعملها. ولكن نحن عندنا تقنيات انه بالوقت يجي المريض فينا نعمل وودز لايت بسموه، فينا نشوف، فينا نعرف كانه هالتبقع عميق ولا بين سطحي، العميقه والسطحيه بنقرر العلاج. شو العلاجات ممكن تكون؟ العلاجات اذا عميقه قطعا كريمات ما راح تكون كافيه. هلا وقت تقول ما راح تكون كافيه بنقول يعني لازم نستخدم كريمات؟ الجواب اكيد ليه. ليش؟ لانه اذا ما استخدمنا كريمات ما عم ننظم خليه اللون، لانه انت من الاساس وتكون عندك تبقع، وتكون المريض او الشخص عنده تبقع جلدي، يعني في خلل بخليه اللون، يا اما مثل هالمره عم تفرز زياده، عم تتوالد وتفرز زياده عم تعطي النمش، يا اما عم تفرز زياده فقط. اوكي، فانت بدك تعمليها رجلاج يا بالعدد هالخلايا هيدي يا بالعدد والافراز. بس دكتور اذا هي عميقه مثلا او لازم نلجا لتقنيه معينه، لشو الكريم؟ الكريم لحتى لي تعملي نحن انت تحت لي تنقول انت عندك خلايا لون عم تفرز ماده الميلانين زياده، يعني هالخليه مهيجه. اوكي سو بيسكلي اذا انت امتى لون ما هالخليه مهيجه رح ترجع تفرز لون زياده اكثر. انت شو بتعملي الكريمات هون وظيفتها شو؟ تعمل لها كنترول لوظائفها، تعمل لها يعني بتحسبها قديش بتخليها تفرز. ما بديك تفرز زياده. وقت تعملي كنترول بتقيمي الطبقات اللي تبقعت، لانه اذا بتفكري بخليه اللون كيف شكلها مثل الاكتوبس، هي خليه ولها ايدين كثير، بصير الميلانين بنفرز هون بصير توزع على الخلايا الجلد. سو الكريمات دائما علاج اساسي، علاج اساسي للتنظيم، والليزر تنقيم الشيء اللي الكريمات ما راح يعملوا له، ما راح يقيمون لانه اللون عميق. فبالتالي امراض بتقولي لي طب كل العالم بتبلشين على كريمات بعدين بتعملي له الليزر؟ الجواب لا، لانه امراض استخدام الليزر اوكي بعمق معين بطريقه معينه بتخلي امتصاص الدواء اقوى، فبالتالي بحصل على نتائج افضل وكنترول اكثر للخليه. اوكي فكل خليه وحسب كل مرض، كل حاله وحسب العلاج. بس سؤال سوري على قصة التأشير، الكريمات اللي بتعيد وظائف الخلايا لطبيعتها اوكي هي فيها اجمالا بيكون ريتينول او ريتينويك اسيد، احماض الفواكه، فيتامين سي، كوجيك اسيد، اللي هن اذا خلطناهم سوا رح يعطونا نتيجه كثير مهمه، ولكن بتعمل تؤدي الى تقشير مؤقت. يعني هذا ما بكون عم باشر، التأشير هو التقنيه اللي بتنعمل عند الطبيب. لذلك بلاحظوا المرضى عم يستخدموا هالكريمات هذه، انه اول فتره كان يأشر كثير كثير كثير، بعدين صار يخف التأشير، كان يحرق كثير وجهه، بيخف التصبغات بعدين بيرجعوا بيظهروا. يعني بتلاحظي بعد التقشير على البشره بخف لون التصبغات، بس بعد فتره زمنيه معينه بيرجعوا بيطلعوا. وقت يوقفوا اكيد، لانه بدنا نروح من منطلق انه ما في علاج جذري. انا هون بحكي مثل الرجيم، اذا واحد عنده الاستعداد للسمنه اوكي وعمل ريجيم وصار وزنه كثير حلو ما في يرد على طول بده يكون صح. يعني بالتالي لازم كل اللي بيعانوا من مشاكل الجلد يروحوا عن اختصاصيين الجلد او الطبيب المختص. اذا بتحبي هو مش خبير الجميل بالاخص هيدي الانواع من المشاكل. رح ننتقل عند الست هدى ونشوف اليوم شو مخصصت لنا. تفضلي ست هدى، بشو بتحبي نبلش؟ مثل ما بدك، على نحن تركناكي على رأسك نعمل أمن. أنا اليوم حبيت شغل لهم شوي بالفقرة وحطيت لهم أشياء متفرقات بالأول. لنقول أنت بتعرفي كتاب حيل الست هدى فيه أشياء بتساعد بالقصص موجودة بالبيت. يعني مثلا لنقول بدنا نضوي هيدي الشمعة، والشمعة غميقة بقلب الفاز الصغيرة، ما في عنا قشه طويله لحتى نقدر نولعها، او بدنا نولع الفرن او الباربيكيو وما في قشه طويله لهذا. انا اليوم جبت لهم معي قشه معكرونه بيقدروا يستخدموها لحتى لا يولعوا فيها الشمعه او الباربيكيو.
وعلى فكره ريحتها ساشا كثير حلوه. بولعوها بهي الطريقه. واو. اوكي. ما بعرف اذا الكاميرا عم تاخذها. طبعا وراكي. وهيدي ريحتها كثير حلوه، ما بعرف اذا شميته. هلا هي لانه بقى هيدي طريقه من الطرق لحتى نقدر نستخدم المعكروني غير انه نطبخها وناكلها. يعني نستفيد من الشمعه لاخر نفس. لاخر نفس. لانه امراض تكون تحبي رائحه الشمعه تحديدا، سو حلو كمان نستفيد منها. كثير ناس بحبوا هالنوع يعني من الشموع، هيك افكار جديده كمان لهم. في اذا بتحبوا بكره بعدين نعمل فقره خصوصي على الشمع، كيف تنشال عن كثير اشياء، الخشب، الازاز، الطاوله. هيدي اول حيله. شو عندك؟ هيدي اول حيله. هلا ثاني حيله، انا جايبت لهم ركوه لان ما قدرت اجيب علبه فرجيهم. في صوره على كل حال علبه خشب، بس لفرجيهم شو الفكره. أوكي. الفكره انه اذا شوي لون الخشب بيخ بيخ عن ال مثل ما هون صاير، ومضطر اطلع للعلبه، ما بدها تنطر لتوديها عند النجار ليغير لها لونها او اشياء. في عنا البيتادين. بيتادين يلي من طاهر في جروح، اكيد مفروض يكون في بكل بيت منه. ما بعرف اذا دكتوره ندى بتوافق على هذا الموضوع. عندها علب كميه لازم عندها علب. لا وهلا عندي بالعيد عم ننقل على مركز جديد، عندي كثير من الطاولات هيدا الحلول. ما بتفكري فيها؟ انا شو عملت؟ شلت شقفه صغيره من الركوه، ما بعرف اذا الكاميرا عم تاخذها هون، عملتهم قبل ما اجي. هلا هو رقيق، الطبقه تبعوله رقيقه، بس بدي فرجيهم لونه كيف بيجي، لون بني. فينا نعمل المسكه بهالطريقه، هيدي بنمسحها هيك. هلا ممكن تاخذ اكثر، يعني هي بتنشف بلحظات، بتنشف. فينا نضل نعيد لترى ما نحس انه خلص مشي حال الشغله. وفي طريقة تانية كمان بكرة أنا بدي أرجع أعلمهم عليها، كيف يلمعوا الخشب، يعني يترجع اللمعية للخشب بطريقة إنه إذا باب ما رح تفك الباب لتبعته عند النجار. أوكي. وما عندها وقت تجيب النجار، إذا هي عندها وقت بالبيت كيف ترجع. هو بالنسبة يعني هلا هي في أولى أقول إنه نخلط، لنقول ملعقتين زيت زيتون مع ملعقة واحدة خل أبيض، نخلطهم مزبوط ببعضهم وبقطنة، نمسح مطرح ما رايح اللون، بس بدنا نمسح كل مساحة الخشب. دايما نمسح كل مساحة الخشب، مش ببقعة معينة لحتى ما تبين تاش لحالها هيك مفصولة. بنمسحها وبنرجع بنلمعها بقطنة، بنحطهم على قطنة، بنلمعهم، بنرجع بقطنة ناشفة بنمسحهم كلهم، بيرجع الخشب بجدد حاله وبياخذ كله على بعضه، بياخذ كأنه جديد. كأنه جديد. أوكي. صحيح. هلا بدنا نذوب الثلجات. هلا بدنا نشوف الصور. شو بأول. اوكي. انا حبيت اليوم فرجيهم بالنسبه لانه طقس عاصف والثلج مسافرين ثلج كمان بفرنيا، وهلا كل للناس يلي عايشه بمناطق الثلج موجود ومجبور على بكره يقوم وينزل على شغله. انا هون عم فرجيهم اذا الكوش رقيقه من الثلج غطت الازاز ومستعجل ما عنده وقت يقعد يحفهم وهيك، افضل طريقه انه يعبوا قنينه ثلاث ارباع خل ابيض والربع مي عادي ورشوا على الثلج، بدوب دغري بلحظه. بدوب الثلج بسرعه. هلا اذا ما بدهم يتركوا يومين ثلاثه ما راح يظهر من البيت وما بده الثلج يعبي الازاز الازاز الوراني والادماني، فيهم بنايلون سميك يحطوه على الازاز هيك دغري بيشيلوه بينزلوه. وبدي بس اعطيهم ملاحظه صغيره انه اذا بدهم يشيلوا ثلج يفركوه عن الازاز ما يحفوه بشيء بيأذي الازاز بيجرحه، وخاصه ازاز السياره. اذا في حيلا كارد، اي دي كارد، كريدت كارد مش عايزينه او شيء، بنحف الثلج فيه بيمشي الحال بهذا. هلا هون عم فرجيهم انا مساحات كمان اذا لزق الثلج عليهم بصير يعلق على الازاز، بيلقط الثلج بصيروا يلزقوا. افضل طريقه اذا من عشيه لعبكره انه يحطوا فرده كلسي على يلبسوها للمساحه ويتركوها هيك، بضل فاصله بين الازاز وبين المساحه. وشغله ثانيه، اذا ظهروا وفي المسكه معلقه عليها ثلج بحطوا شويه سبيرتو بيمسحوهم بالكول بسبيرتو بيمشي حالها.
ومن الافضل الطرق كمان انه يتركوهم مفتوحين لحتى ما يلزقوا على الازاز. هذه طريقه كمان. هلا كل اللي عم يحضرونا بمناطق اللي فيها ثلج يبلش يعبوا خلق. ان شاء الله يعجبهم خلق ابيض. ان شاء الله يعجبهم هيدا الموضوع. هلا بعد في كمان بدي افرجيهم المرايه بحيالله كيس نايلون فيهم يعبوا مرايه السياره تما يتراكم عليها الثلج، لان كمان ما رح يكون عنده وقت ينظف كل السياره من الثلج لينزل على شغله. هيدي طريقه من الطرق كمان بتخلي في او بده يصير يتحجج انه الثلج ما خلص هلا معي الست هدا هون طريقه بنعرف انه اللوك بيعمل ثلج من جوا. من افضل الطرق اول شيء نولع قداحة على راس المفتاح شوي بشكل بسيط بس لنحمي المفتاح ونحطه بالقفل ونكون عندنا دائما سانيتايزر الدواء المطهر للايدين بنرشه بقلب القفل لانه فيه الكول بيختفي بدقيقه يعني دغري بلحظه بنشف وبصير اهين انه يفتح لوك السياره تما يكسر المفتاح اذا شد بطريقه غلط او اوكي أو الصوره اللي بعدها هون كنت عم فرجيهم اذا الثلج معبى الازاز كيف قلنا لهم كيف يشيلوه بالخل والماء. هون في البوتس رابر اللي معمول من رابر اذا انجوى وتوسخ ما كثير يعملوه بسفنجه وباشياء بتخليه يبهت اللون تبعه بتعرفي في منهم بيجوا شوي فيهم لمعيه. افضل طريقه انه نحط على فوطه كريم للايدين حيالله نوع كريم او فازلين على فوطة بنمسحه بروحه كله ومرات هيك بيعمل مثل شخط أسود بصير منظره شوي ثقيل بنمسحهم بالكريم أو بالفازلين بنرجع بنلمعهم بفوطة. أكثر حيلة حبيناها أنا ودكتور سويدان عن الخشب الشمع عنا تعزيلي بعد أنا هلا شو أكثر من طفل للنجار كيف ما تجي عنا بالعربي بتعرفي مرات صغير مرات كثير ساشا بيكونوا عم يشتغلوا بالهوفر بالعصاية التمسيح أو شيء بيلطشوا هيك شوي إجرين الكراسي إنه ما بتكون ما رح تجي تاخذ الكرسي كله. هيدي الحيل كمان عمليه وما بتاخذ كثير وقت صحيح. واللي ما لحق كمان في يلاقي كل هالحيل بكتاب حيل الست هدى. وبحب انا بس نبههم شوي هلا بقصه الثلج ينتبهوا مشان دوليب وياخذوا بيكون معهم سيارات ناخذ كل احتياطات صحيح. اهلا وسهلا فيك ست هدى انبسطنا بحضورك معنا. دكتور ندى سويدان كمان انبسطنا بحضورك معنا. اهلا وسهلا فيك بنشوفك بنرجع ان شاء الله عن قريب ان شاء الله. رح نروح فاصل ولكن خلينا قبل الفاصل نتعرف شو في عنا مباشرة بعد البريك. أجمل تصاميم الأكسسوار من توقيع جاد مورامي. وأزياء مميزة على رانوي ببيروت من مجموعة جاكي أو. لكل سيدة عم بتتابعنا هالفقرة خصصناها للأكسسوار ولكن مش أي أكسسوار ممكن نلاقيهم بالأسواق إنما فيهم هيك لمسة عصرية وكمان لمسة جنون مع ضيفنا المصمم الأكسسوار جاد موراني. أهلا وسهلا فيك جاد. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ جود تمام تمام ليش هيك في جنون بالأكسسوارز؟ أنا يعني بنحس هيك فجرت كل طاقتك فيهم. نعم أنا بطبعي شخص مجنون بعيتولة فمن أنا وصغير بحب القصص الإكسترا أوردينارية اللي ما كتير العالم تتقبلها. أوكي. فجربت فوت بهذا المجال لأنه في كتير قصص العالم دغري هيك توقف حدها لا فجربت أنا أجيب هيدي الكلمة اللي حولها لإيه فحبيت أتخطى حالي أو غامر أصلاً. بتعرف حياتنا كلها مغامرة فبحب غامر كتير بمواضيع لحتى أثبت بهالقطعة أنه نحن بنقدر نجيبها نشتغل عليها نضوي شوي فيها بتعطينا قطعة مهضومة وقطعة ملفتة كمان. نعم. هلا جاد يمكن بيقولوا لا لانه قطعك بنلاحظ انها ارتستيك وخارج هيك لوحات راقصه فنيه الناس بتروح اكثر للستريت ستايل اكثر. مزبوط. هيدا كمان تحدي
لك كيف ممكن بما انك بتحب المغامرات تغامر بهالمجال؟ بحب المسرح، بحب التي في، بحب الامور الاشياء الجريئه، خاصه بحب الستات يلي بيحبوا يتعرفوا علي خاصه بشغلي، بحب يكونوا فيهم عندهم البصمه الجريئه الموجوده جواتهم، يعني شغلي مش للاشخاص العاديين. هلا عندي كثير قصص اكسسوارز عادي وهيك، بس بتعرفي نحن زهقنا شوي من السوق بالاكسسوار العادي، فحبيت اطلع شوي للجنون. يعني عم بتدخل كانه موضه جديده، لانه العالم عاده او كل حدا يفوت بمجال بيروح اكثر شو دارس شو بدهم الناس. صحيح، خاصه صار في كثير من المصممين بعالم الاكسسوار عم بيبرعوا بهالمجال، فتميزت بهيدا الشيء. عاده القطعه كيف بتشتغلها؟ بتكررها كذا قطعه ولا بتكون يونيك بيس؟ القطعه عاده بتكون يونيك، ما بكررها ابدا. هلا اكيد يمكن الاحجار شوي بنستعملهم بهالبارتي وبهالبارتي بالاكسسوارات وهيك، بس بتعرفي دائما الرسام اذا بده يرسم رسمته ما بتطلع مره ثانيه هي ذاتها، فدائما بيصير في قصص غير، حتى بيكون في كونترايات مع كل اكسسوارز انا بدي اعمله، خاصه الاشخاص الفي اي بي كلاينت بكون ماضي معه الكونترايات انه ما بتتكرر هيدي القطعه، بتكون يونيك بس لهم، لحتى هن يتميزوا فيها ضمن سهراتهم، الغدوات، العشوات، الاعراس اللي هن بيكونوا موجودين فيها. طيب جد تنفيذك للقطع، المواد اللي بتستعملها، وايضا كيف ممكن تطلع بالتصميم؟ هذا الشيء حابين نعرف عنه. انا برسم كثير، الرسم بيساعد وبينمي الموهبه داخل كل شخص موجود بهيدا العالم، فمن بعد ما ارسم القطعه ببلش نفذها، بس اكيد ما بتطلع هي ذاتها، لانه بتعرفي الحجر مش دائما بيزبط على التنفيذ، الا اذا بدنا نكسر منه او نزيد عليه او نعدل بكثير مطارح. اوقات ما برسم، اوقات تطلع دغري الاكسسوارز هيك فجاه، يمكن اوقات بوقع الساعه 5 وجه الضو، يمكن بشوف الدنيا عم تشتي بستوحي منها، يعني هيك الامور بتجي فجاه. والاكسسوار عاده عالم واسع، بنعرف نحن هذا الشيء. الاحجار تنفيذها سهل كمان ولا فيه صعوبه بما انه؟ طب خلينا نقوم جد هيك نشوف القطع الخاصه فيك، وهيك بيعرفوا المشاهدين عن شو عم نحكي. على القطع المجنونة وين بدك نبلش؟ نبلش بالستيتمنت الكبيرة اللي هلا كثير دارجة واللي كمان بدها جرأة. أنا ماني جريئة أبدا، ما رح تخدمي. لا أكيد بدل عليك إنك جريئة، ما هي التاتش صغيرة بتخليك تصير جريئة، بس تجربي ساعتها بتقتنع بالقطع. خبرنا أكثر عن هالعقد. هذا العقد في بقلبه زيركون، في بقلبه قماش، في بقلبه احجار كثيره موجوده. هيدا بده دراس اسود بيطلع كثير حلو، حتى فينا نلبسه على جينز مثلا، هلا كثير طلع حلو عليه مثلا احمر. بس كل الالوان كل الالوان كل الالوان بتلبق له، لانه نوار يعني اسود. اوكي، وحتى شغله كمان مثل ما ذكرت دقيق. و طب ما تخاف مثلا هالقطعه السيده ما تلبسها اكثر من مره؟ نحن بعصر السوشيال ميديا هلا وكل شيء بنلبسه بنصوره اجمالا، هلا كثير هي ملفته للنظر. اكزاكتلي، وخاصه المراه الشرقيه، يعني عاده حتى اذا جابت فستان من عند حيا لمصمم ازياء بتلبسه قطعه مره واحده، ما بترجع بتكرر حالها. فنفس الشيء صار الاكسسوار، ما بحب يكرر حاله، بحب يترك لكل فستان بصمته موجوده معلقه عليه. ونحن بنعرف دائما الاكسسوار هو 99 بيكمل للفستان. يعني مره واحده بالزياده هيك بيضل محافظ على شكله. شو المواد هون؟ هيدي المواد موجوده خيطان. أوكي. من خيطان الحرير. ملفوفين لفه لفه عليه، اخذ شغل تقريبا اقل من جمعتين. اوكي، في منه عده الوان. هيدا فينا اعمله على عدة الوان. مزبوط. أوكي. هيدا فينا نحط كمان هات بيس على الراس لشي ستارز مثلا، اذا من يعني انا ستار حط لك اياه اكيد. اوكي، اكزاكتلي، في يكون هات بيس لشي عرس، لدراس اسود كمان او احمر. حبيته هيك انا، حبيته. بدك تجربي؟ ما جربت. ممكن يزبط يزبط عليك اكثر. اوكي، هات نشوف شيء ثاني غير الوان، لانه مثلا هيدا الكوليه هو في يكون للرقبه. اوكي، مثلا في يكون هات بيس كمان للراس. بس كيف يعني هو هيدا هيك هات بيس مثل ما كنت حاطه انا على راس المانوكان موجود يس من فوق. اكيد لفيديو كليب، لشي فوتوشوت، لموديل. وفي يكون للرقبه كمان. حلوه لفوتوشوت هاي، كثير حلوه. هذا معمول كله من الخيطان الحديد، كمان ملفوف لفه لفه عليه. شيل الكاميرا بس تاخذون شوي عن قريب.
اوكي حكينا شوي عنه هيدا. هيدا كله حديد ملفوف اوكي من الحجار، في كمان موجود بقلبه السناسل، في كمان خرز بقلبه، اخذ تقريبا شهر شهر وشوي شغل. كثير حلوين عن جد، بس مش كل يوم بسويه ولا بعض. عروض هيك مثل ما بتذكرنا، عروض راقصه وحتى كمان خرز. خلينا نفرج المشاهدين هون كيف بيصير للرقصه. فوتو شوت، يعني هول الاكسسوار الواحد بده ينسى الثياب كليا، يلبس شيء فيري سمبل ويركز على الاكسسوار. خلينا نروح شوي لهون تنكون هيك اعطينا فكره مزبوط. لكل كل الستايلات. هيدا شوي على الاورينت الشرقي، الطابع البدوي اذا بدنا نقول. هيدا مشغول على الزومبا، اكيد يمكن ما كثير بتعرفي شو قصه الزومبا. هي اله بتصير تدق اللوجو اللي نحن حابين نشتغل عليه لحتى يطلع معنا هيدا الديزاين ومركب. اوكي كمان خلينا نحكي كمان، نقي انت القطعه اللي بدك اياها. اوكي هيدا الكولي اللي كثير بحبه انا، احشيله هو هيك ليبين ضله على الباك جراوند الاسود. في بقلبه حجار فيروز اذا بنشوف، وبقلبه الخرز والستراس والزيركون كمان والجنازير. ياي هي لازم نحكي عنه، حلو هيدا كثير حلو. هيدا مع توب سوداء او اوف وايت. مزبوط هيدا التوب وبينحط كمان بالايدين. هي بدي اعمل فيها فوتوشوب اكيد على الهواء، بدي اعمل فيها فوتوشوب. هيدا بتنحط بالايد كمان من هون بمواجع هيك. هيدا بدها من فوق او من تحت من هون. اوكي تنحط هيك وكمان بالرقبه. خليني هدي لك انا طرتي من هون. وبدها توب او حلو. اسود او هلا ما حقدر. بدها توب تبين اكثر. افتحي ايدك من هون بهالطريقه. اوكي حبيت لانه اللون هالالوان الالوان بيلبق مع كل الالوان تقريبا. كثير حلوين غرابك. ثانك يو، عيونك حلوين. كمان في عنا هيدا الكوليه اللي هون مشغول من المخمل مثل ما عم نشوف، في بقلبه كريستال. اوكي وهو القماش قماش مخمل ربن. أوكي. وبيجي معه كمان حلق، بيجي معه اسواره براسلت. اوكي انت عاده بتعمل طقم يعني طقم حسب اذا بيحمل. اوكي يا مثلا هيدا بيحمل، ينحط حلق، ينحط الكوليو، ينحط البراسلي. في اشياء ما بتحمل، مثلا ينحط حلق لو بتعرفي الدراس، يمكن اذا قبته مبرومه او في اذا كثير فيه شغل كمان لعبز يمكن ما بيحمل الحلق. صحيح. شو هالحلو هيدا، كثير قمر. على الانستغرام فينا نلاقي اغراضك كلهم جاد على الانستغرام. على جد ورامي على الفوتو سيشن الجاي. خلص بس معه جد انبسطنا كثير بحضورك معنا. عم نعرف كل بيس قد بتاخذ شغل عن جد وبتلفت للنظر. اهلا وسهلا فيك واتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا. اهلا وسهلا. بنبقى بعالم الموضه وبعد الفاصل. شفنا عرض ازياء مباشر على رانواي ببيروت من توقيع جاكي او. اهلا وسهلا فيك جاكي. اول ما فتت الموديل بلشت انا واو هيك. اهلا وسهلا فيك جاكي، كيفك؟ كل شيء شفناه على المودلز هن من تصميمك؟ من تصميم جاكي او. اوكي وهن كل شيء يعني حتى الشوز الباج؟ كل شيء اكسسوارز باجز اكسسوارز كلوز يعني فروم اب تو توز. اوكي ركي خبرينا عن جاكي او. جاكي او اتس هو اتس سينونيم، سينونيم للاليغانس. اوكي بلشت هيك بار كيوريوزيتي يعني عم فتش على اسم لللاين تاعي
وعم فتش على سينونيم بالانسيكلوبيدي لشيء بنفس المعنى تاع إليغانس فيمينيزم. شوي بيطلع لي جاكي او شيء جديد استغربت انا, بس طلعت بالاخير ان هي جاكلين اناسيس. سنس هي معروفه جاكلين اناسيس باناقتها وبترتيبها وتواضعها وتيبها, بتطلع هيك انيقه بكل شيء, بتكون هي فيري سمبل. يعني الواحد ما ضروري كثير يعجقها, يعني ولا يعجق الاسامي بطريقه واضحه. وما دخلتي اسمك منى بدر الدين بشاره تركتي على جنب وحطيتي اكيد, لانه كل هدفي هي الانوثه والتواضع. فقمت كل شيء على جنب وفعلا على بالي طبق هاي الفكره على التاب. منى القطع اللي شفناها واول قطعتين شفناها باول الفقره, التصاميم كلها من توقيعك, يعني حتى عم نحكي عن حقائب غير الاوتفيتس او اللباس, كمان الشوز او الحذاء. مزبوط مزبوط, هو يعني كملت التوتال لوك. مزبوط 100%. هي بتعرفي اللوك بتجي بطريقه انه شو ما كان سمول اكسسوري بكمل شيء, يعني اهم شيء سمبليسيتي, كيف ما شو ما بتزيدي بس بطريقه مش ضروري تكون, يعني مش كل شيء اوزي رح يكون هو المزبوط. وانا بنظري كمان مش كل شيء براندد بطريقه فيري اوبفيوس, هي هون القصه المره بتصير. المره هي بتعمل قيمه حالها بتسابها, هي بتعمل قيمه التابه. والتيب كمان مزجتي عده اقمشه مع بعضها, الجلد مع غير مواد, هيدا هالشيء مقصود يعني لتطلع البيس هيك ملفته ومميزه؟ هو الديزاينر اللي مزج هالشيء اكيد, لانه ما عم بتعجقي لما عم تحطي شوية الجلد على اللايت وول, ما عم بيكون, يعني عم بيكون بطريقة عرفتي كوب فان بطريقة, وبطريقة تانية بتدفي بدون ما تستعملي الوول الثقيل اللي بيشوك اللي بهيدا. بس انه ايه اكيد, يعني الواحد بيخلط في اشياء الواحد عمره فيك تمزجيها بقى نتخلطي بدون ما تعرفي ايه هيك لا على بالنا اخذت. وحتى الاطفال منا كمان لهم حصه اكشلي ايه الاولاد, اتس نيو لاين الاولاد. حبيت كثير فكر بالاكثر شيء هلا مركزه على البنات, لانه البنت بعمر, كون عندي بنت, يعني البنت توصل بعمر بتطلع على امها بتتعلم بدون ما ياخذوا يعطوا, بدون كوميونيكيشن, النظر هو اللي بيعلم. فحبيت انه كمان الام تقدر تعطي رساله لبنتها بطريقه غير مباشره, انه لما تلبس الام تتطلع وتتعلم البنت من امها, يعني انه مش ضروري نحن نفتح عن صدرنا ونفتح, هذا مش هذا هي وتتعلم الموفة. تلبس عمرها 100%. هيدا انا بنشوف صرنا بنشوف بنات عرفتي انه بده يكونوا انتو فاشن. صح, لا الفكره هي الفاشن شود فولو يو, اي يو شودنت فولو فاشن, ذس از فيري توتالي رونج, يعني عرفتي كيف. اوكي, صار عنا كمان بنت صغيرة جاهزة, بنتك. مزبوط بنتك. مزبوط لنشوف بنتك كمان تستوحي منا. مش بنتك, اختي. خبرينا شوي عن هالجامب سوت. This is a jumpsuit, فيت له بس ستام من ناحية الأبي. It's a V-neck jumpsuit, very simple, very elegant. يعني already it shows, بيحكي لحاله, عرفت؟ وقطعة وحدة وبهاللون ولا ممكن نلاقيها بغير ألوان؟ لا كجامب سوت هي بالبلاك. بالبلاك بالبلاك. أنا الشوز هاي شو كثير حلوة, وهذا this is the off white اللي هو كثير دارج بالشتاء. نورمالي عندنا فكرة الوايت هو للصيفية وهيك. هلا the off white it goes with winter كمان, لأنه أساسا no rules لللبس, بس الرول الوحيدة هي الطريقة اللي بتلبسيها. الرول الوحيدة انه الوحدة تحافظ على جسمها لتقدر تلبس. لا ليك بدي اقول لك شو, مش مزبوط الفكرة. بتعرفي انه انا اي هاف اول سايزز, هي الرول الوحيدة الكات تكون مرتبة وهلا سباك. طيب هون الجلد كمان لبنت صغيرة, بتحسي الجلد ممكن يزبط على ال, يعني هلا انا حسب ما عم شوف, يعني ليك شو مهضومة, she's not vulgar وليس عمرها, لأنه لما تبرم لورا سيبال جبتو هنا سيلتوبلي, بس تبرم بتشوفي أنه صرنا بالبليسي من ورا, عرفتي كيف؟ ما بقى جلد جلد جلد, صرنا بالبليسي. وتريع والكولون كتير حلو, والكولون كيف بتفوتي لأمتي لبنتك, مش ضروري يعني أنه في, يعني كل ما بس شفنا, لأنه سألتك هيك لأنه في فترة شفنا الليجينج بالجلد للولاد, أنا
يعني ما حبيت، حسيت انه هون عم بتكبريها للاولاد. ليكي بدي اقول لك شيء، ممكن تكون عم بتكبري بس كمان ممكن الطريقه كيف بتلبسيها. يعني هذا الدرس يعني كثير خرج عمر البنات الصغار، ما هذا اتفور انا اوكيجن، يعني مش بنلبس كل يوم يعني. ايه يعني مثل انه بتعرفي اوكيجن عيد ميلاد نوال نيو. والبوتس كثير حلو كمان. البوتس البوتس كمان عم ليكي عم بعمل من عم جرب اخذ من كل الموديلات اللي بيعجبوا كل العالم بس بطريقه سمبل اللي هي جاكي او. وبطريقه اهم شيء كمان ذا بوينت اتس ا فيري افوردبل براند، فيري افوردبل يعني لكل الفئات، ما حدا بيقول لا وكيف وليش. وبنفس الوقت اهم شيء انه العالم ما حتكون كوستيم واحد، ما حدا حيشبه حدا لانه السيري تاعتي كثير ليميتد، very limited. يعني each series is from 4 to 6 pieces maximum. و sometimes 2 pieces. حسب. إيه. عنا بعد آخر مرور وهالكوت اللي كتير دارج. وشفنا الأكثرية عم يلبسوا هيدا اللوك تفضلي. هيدا سيجي كشمير. فيت له كمان مش هيك بالبلو لايت كتير روعة. هو سأماطو هيدا سيبا ينهوب يعني. بس ايه هيك. والبيسز اللي عم نشوفهم حلو ملبقهم مع بعض. يعني السيد يمكن بس تقصدك بتساعديها انه تختار كذا لوك بعده قطع. اكيد ميكس اند ماتش. اكيد هي اول شيء شوي بتستصعب لو بتقولي لا هاي نو واي ما بنبق لي هيك شيء. بس هو دائما دائما الطريقه بتلبسيها اتس نوت ذا سايز اتس هاو يو وير يور سايز. هاي هي كل القصه بالاليجنس وباللبس. و اتس نوت ذا براند، انت بتعملي قيمه لحالك يعني. وهذا كان اخر لوك يعني كاجوال. نعم حلو هذا الجلد والجينز. وهلا اهم شيء المراه انه تكون هي الغاليه مش تبقى اغلى منها. صح هاي هي الحقيقه، هاي هي وعندها ثقه بنفسها. صح وكثير حلوين يعني بيرضوا معظم الاذواق فينا نقول وكل الستايلات. منى اكيد انت باقيه معنا رح ننتقل عند الشيفي سمحه شيتي. يلا تفضل. شو محضرنا لليوم؟ تفضلي منى. اهلا وسهلا فيك شيف، كيفك؟ شو اخبارك؟ تفضل شيف. تفضل منى. بدي اساعدك بشي. تفضل انتبهي سخنه بس. اوكي. تفضل شيف خبرنا شو حضرت لنا لليوم؟ بيقلب معي. اول بريزيدير. اوكي. اول شيء صحتين. ميرسي وهيدا كمان. السلاد عملناها روكا مع اوليف الاحمر. عملت الكيش على الهواء، شرحنا طريقه التحضير كمان على الهواء وكيف الحشوه بنعملها. حشيناها بالدجاج والبصل والفطر. ومثل ما شايفين شلناها من الفرن السخنين وان شاء الله تعجبكم. طبعا شكرا لك شيف سامحه شيتي واهلا وسهلا فيك. وثانك يو منى، متمنيه كل التوفيق لجاكي او. ميرسي كثير. ثانك يو. انبسطنا بهالكولكشن الكثير حلوه والراقيه. لازم نلبس. اهلا وسهلا. اكيد اكيد انتم بس يلا بنرجع بنشوفك اكيد ان شاء الله. والشكر الاكبر لكل المشاهدين اللي تابعونا لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا فقراتنا. وبكره كمان لقائنا ونفس الموعد نفس المكان نفس المحطتين، فتابعونا وكونوا كثار على الموعد. الى اللقاء.